هذا سائل يقول: ما رأيكم بالذي يجعل في عمارته أو فندقه مغسلة أو مجلى مطبخ يصب ماؤه وبه طعام على دورة المياه؟ وهذا كثير جدا، لأن هذا الطعام يذهب إلى دورة المياه. لا يجوز وضع الطعام في دورة المياه، يجب أن الأواني يؤخذ ما فيها من طعام، يؤخذ ما فيها من طعام قبل غسلها، فإذا بقي فيها أثر الطعام يغسل، أما نفس الطعام ما دام فيها طعام فلا يجوز وضعه في المغسلة ولا في المجال. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. فيجب احترام النعم وعدم وضعها في مجاري المياه. نعم.